توني بولس وتحدي 15 سؤال، جاهز؟ جاهز يا تفضل. إلى أي تيار سياسي أنت أقرب اليوم، إلى القوات اللبنانية أم الحزب التقدم الاشتراكي؟ أنا اليوم أعتبر نفسي ضمن خط 14 أذار. صحيح هذا الخط بطل موجود بالواقع لأنه فرقائه تفرقوا بكل الاتجاهات، ولكن روحية 14 أذار هي اللي بتحكم موقف السياسي. واليوم بعتبر الأقرب إلى 14 أذار هي حزب القوات اللبنانية بكثير من شعاراتها ومن مبادئها، وطبعا حزب التقدم الاشتراكي بعده محافظ على الروحية، ولكن بطريقة يعني حدية الموقف وابدائه بشكل جريء أكثر، يمكن القوات اللبنانية عم ترفعه بشكل أعمق وبشكل صريح أكثر. من هذا المنطلق البعض بيعتبرني أنا وكأني بحزب القوات اللبنانية، علما أنا لا أنتمي إلى أي حزب، أنا متموضع في 14 أذار والأحزاب هي اللي بتتغير، أنا بعدني ما بتغير من 14 أذار. يقال أن توني بولس زلمة سمير جعجع بهالمرحلة وأنك بتأتمر من معراب، شو ردك؟ هيدا كلام الأشخاص يلي هن بدون نداء، يلي عم ننتقدهم نتيجة موقفهم المتخاذلة، ما عندهم شيء يرشقونا فيه غير أنه يتهموك بتموضع سياسي معين. أنا بفتخر يكون إلى جانب سمير جعجع، ولكن الواقع غير صحيح، لأنه سمير جعجع عنده خياره، عنده حزبه، أنا غير متموضع في هذا الحزب، وببعض المطارح يمكن لا أتفق مع سمير جعجع، وعندي مواقف يمكن أبعد من سمير جعجع، وبتمنى أن سمير جعجع يكون فيها. فهود الأشخاص يلي فقط بيقصفوا عشوائيا وبيتهموا الناس أنه هن متموضعين هون وهون، هي بهدف إما استهدافي بهدف أنه والله أنت منك صحافي مستقل، أو لإلصاق بعض المواقف يلي أنا بتقدم فيها على القوات اللبنانية بالقوات اللبنانية. فهيدي لعبة الخصوم بيحاولوا يلعبوا فيها لا أكثر ولا أقل. توني بولس، سمي لي ثلاث أشخاص طعنوا الرئيس سعد الحريري. أول شخص طعن برئيس سعد الحريري هن أقرب المقربين له، وبعتبر نادر الحريري هو من طعن بسعد الحريري لأنه أخده لمواقف بعيدة ما بتشبه سعد الحريري ولا بتشبه المسار اللي كان ماشي فيه سعد الحريري. تاني شخص طعن بسعد الحريري هو حزب الله وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، لأنه سعد الحريري بمكان ما عمل تسويات وتنازلات على أمل أنه هالتنازلات توصل لمطرح لمصلحة البلد، ولكنه خزلوا وتبين هالتنازلات اللي عم يقدمها هي فقط عم يستفيدوا من نفسية سعد الحريري وانفتاحه وحبه للتسويات لأجل لبنان، وهن بياخدوها لمصالحهم. ثالث شخص طعن برفيق الحريري أو سعد الحريري برأيي هو التيار الوطني الحر وجبران باسيل، يلي ركب تسوية هوية وعساس هالتسوية تروح لمطرح غرقوا بمنظومة الفساد وأخذونا مطارح كتير بعيدة، والدليل أنه كل اللي شاركوا بالتسوية صاروا من الأسرياء إلا سعد الحريري يلي تعرض لوضع اقتصادي سيء. إذا بدي خيرك اليوم بين سليمان فرنجية وجبران باسيل، مين برأيك بيصلح أكثر لرئاسة الجمهورية اللبنانية؟ بكل تأكيد وبكل هيك جواب صريح، اثنينهم أسوأ من بعض واثنينهم ما بيصلوا يكونوا رئاسة للجمهوريات. الأول كان رئيس ظل بالمرحلة الماضية وبنعرف تجربته وتجربة رئيس ميشيل عون، يعني تجربة جبران باسيل وسليمان فرنجي منه بعيد. هن الخلاف بين بعضهم هي على السلطة وعلى المحاصصة أكثر، ولكن النهج هو نفسه، لأنه من يتحكم أو من تحكم بعهد ميشيل عون هو نفسه اللي بيتحكم بسليمان فرنجي بالمرحلة الجاية إذا انتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي هود الشخصين هن مقتل للجمهورية اللبنانية، وهن ليسوا سوى أدوات عند حزب الله في كسر بعبدة، ونوطير بكسر بعبدة بيكونوا. بتعتقد ثورة 17 تشرين بالغت كتير باتهام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟ طبعا ظلم انه اختصار الانهيار والوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان بجبران باسيل، لانه جبران باسيل هو جزء من هذه المنظومة وهو ينفذ الكثير من أوامر ومن سياسات هالمنظومة، ولكن الذي يتحمل المسؤولية الكبرى هن أطراف جميعا، وبالتالي وقت ما نحمل المسؤولية منحملها أولا لحامل منظومة يلي هو حزب الله، نحملها لنبيه بري يلي مهندس هالمنظومة، وأيضا بتحملها جبران باسيل كونه جزء أساسي منها وباقي الفرقاء بالتساوي، يعني بطريقة وفق نسبة تحمل المسؤوليات والمشاركة خلال المرحلة الماضية. من هذا المنطلق صحيح الثورة ظلمت جبران باسيل باختصار كل الانهيار بجبران وبرأت الآخرين، وهذا كان موضوع مقصود، لأنه الأطراف الثنائي الشيعي وقت اللي صارت الثورة حاول يكبها بمكان واحد، حاول يكبها فقط على جبران باسيل كونه هو جزء أساسي من العهد ورئيس الجمهورية هو ميشيل عون. أنت مع شعار كلهم يعني كلهم؟
هذا شعار بائس وساقط وفاسد، وهو سبب ضرب الثورة اللبنانية، لأنه هذا الشعار عم يحساوي أشخاص أو أطراف غير متساوين بالمسؤولية. اليوم أنت قدام أي مشكلة، أي مؤسسة، أي دولة بيصير فيها أزمة، في محاسبة، والمحاسبة في متسببين مباشرين، في متسببين نسبياً أقل، في متسببين عن غير قصد، وفي ناس لا ما كانوا متسببين. يعني أنا إذا بتطلع ما في يساوي القوات اللبنانية أو الكتائب اللبنانية أو الأحرار بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطن الحر، هوديك أركان المنظومة وهدوك بيتحملوا 99%، يمكن هو بيتحملوا 1%. فلذلك عملياً يفترض هذا الشعار يكون واضح أكثر، ما يبرئ ناس على حساب ناس. هذا شعار ظالم بحق شريحة كتير كبيرة، لأنه جزء كبير من هالأشخاص أو من هالأطراف السياسية بالعكس شارك بالثورة ودفع قدما بالثورة لقدام، وكان على رافعين هالشعار يتعاونوا معهم لكانت انتصرت الثورة. بين بيير جميل الابن وسامي جميل، مين برأيك نجح بقيادة حزب الكتائب ووضعه على سكة المؤسس مجددا؟ يعني شخصين مختلفين تماما. بيير جميل هو قائد كان عنده بعد وطني وأبعد من حزب الكتائب، وإجا بظروف كان حزب الكتائب مخطوف عند أولياء النظام السوري بوقتها، ناضل لاستعادة حزب الكتائب وناضل بصفوف 14 أدار. اليوم سامي جميل أخذ حزب الكتائب لما كان أكثر شباباً وأصبح الحزب فتي أكثر، وأخذوا بخيارات استراتيجية مهمة جداً، قاد أو كان جزء أساسي من قيادة الثورة وكان بصميم الثورة اللبنانية، أيضا خاض الانتخابات على هذا الأساس، واليوم أخذ الحزب وأخذ عدة أطراف وكتل سياسية على تقاطع كتير مهم بالسياسة وهو استراتيجي. ولأول مرة سامي جميل قدر نقل المعركة بوش حزب الله من معركة شعارات ومعركة رفع يعني هيك يعني معركة فقط إعلامية ولفظية إلى معركة واقعية، حيث قدر فرمل مشروع حزب الله في لبنان وبات حزب الله وبات في توازن بالمرة الأولى بوجه مشروع حزب الله وحلفائه بالمعركة السياسية اللبنانية. برأيك حزب الله ميليشيا أم مقاومة؟ هو تنظيم إرهابي. هذا التنظيم الإرهابي هو يعني توصيفه منه قرار سياسي، هو في توصيفات للتنظيمات أو الميليشيات الإرهابية يلي بتعمل أعمال غير قانونية، يلي هي بتسيطر على مؤسسات شرعية، يلي بترتكب جرائم ضد الإنسانية، ويلي بتتمول لمشاريع خارجية ولأهداف عنصرية وفئوية وطائفية. حزب الله هو ليس حراك سياسي ولا يمثل أهداف سياسية لشريحة من المواطنين، بقدر ما يمثل عملية تدمير، شارك بتدمير ليس فقط لبنان إنما ارتكب مجازر بحق الشعب السوري أيضا بالعراق وأيضا باليمن، ومش عن عبث الدول الكبرى والعظمى ومعظم دول العالم اليوم تنظر إلى حزب الله كأنه يعني فصيل بيشبه القاعدة أو جبهة النصرة أو تنظيم داعش الإرهابي. إذا بيوم من الأيام صرت نائب بالبرلمان اللبناني، أي فريق من الممانعة ممكن أنك تتعامل معه؟ حزب الله أم حركة أمل؟ بطبيعة حركة أمل هي بإيديولوجيتها اللبنانية. اليوم نختلف مع حركة أمل على الخيار السياسي وعلى الفساد يلي وضع نفسها فيه بالمحاصصة وبالصفقات، ولكن بالنتيجة هيدي حركة سياسية لبنانية ليس لديها مشروع على مستوى سيطرة على البلد مثل حزب الله. حزب الله لا يمكن التعامل معه، هذا حزب مشروع ابتلاع لبنان، وأمين عام حزب الله سبق وقال أنه لبنان هو جمهورية إسلامية مثل الجمهورية الإيرانية، لا بل تابع للجمهورية الإيرانية، وهذا خيار بالتالي ليس لبناني، لا يمكن التعامل معه. وحتى حزب الله وقت اللي بلش بعمله السياسي بلش كميليشيا، بلش بعمليات خطف، بلش بعمليات دولية يعني مشبوهة واغتيالات وتفجيرات، فما بلش بعملية سياسية، وأصلا ما أخذ ترخيص من لبنان ولا بيعترف بالأنظمة اللبنانية ولا بيعترف بكيانية لبنان. فإذا هذا الحزب هو ضد الدستور اللبناني ولا يشبه اللبناني ولا فكر اللبناني، فمستحيل يكون في تعامل وتواصل معه. طوني بولو، سمي لي أسوأ 3 نواب من تكتل قوى التغيير، وكنت بتتمنى أنه ما يكونوا ضمن هالتكتل. نائب ملحم خلف هو يفترض كان طالع من الثورة وانتخب نائب للمحامين على اسم الثورة، ما عم نشوف ثورة بالمجلس النيابي، عم نشوفه مهادن، عم نشوفه عم بيلعب دور أبو ملحم يلي ما بيشبه رجل السائر ونائب الثورة ونائب نقيب المحامين السابق. فإذا من النواب يلي خزلوا الرأي العام
النائب ملحم خلف، اثنين حليمة كعكور يلي اجت باصوات الثوره، اجت باصوات ناس عم بتطالب بالحريه والسياده والاستقلال، وانقلبت وتبين انها جزء او هي تابعه لسراي المقاومه، وتجسد حزب الله وحركه امل والسنه والمنظومه اكثر من الانظومه نفسها. وعم نشوفها كيف عم تكون حصان طروادة ضمن كتكتل تغييريين لتفكيكه، لانه هي تتحمل مسؤوليه اساسيه بتفكيك هذا التكتل المهم جدا كان وبتغييره. وبالدرجه الثالثه ايضا النائب سينتيا زرازير يلي انقلبت على بولا يعقوبيان، هيدي النائب طلعت باصوات بولا، ولو من اصواتها وكانت الى جانبها ما كانت نائب، هيدي النائبه اللي تكون اكثر نائبه وعندها وفاء وولاء لنائب بولا يعقوبيان، ولكن انقلبت وعم نشوفها بخيارات تانية لبل تنتقدها وتنتقد كثير من الامور. وكهي كلها لو ما نائب بولا يعقوبيان ما كانت نائب ولا شافت شيء اسمه نيابه ولا قربت دعس على درج مجلس النواب. اليوم توني بولس مع تطبيق نظام الفيدراليه بلبنان وليش؟ انا على المستوى الشخصي اكيد اؤيد نظام الفيدرالي، ولكن لست مع فرض هذا النظام على المكونات اذا ما كانوا مقتنعين فيه. انا معه لانه هذا النظام هو نظام متقدم، بيضرب يعني بيغير مفهوم الدوله المركزيه يلي بتهمل الاطراف وبتهمل كثير من القطاعات وبتهمل كثير من المواطنين، وبتركز انتاجها ودورها بس بالوسط ولا دولة. وأؤيد اللامركزية الإدارية إذا بدك أكثر من الفيدرالية، لأنه بتعمل إنماء بالمناطق وبتعمل أيضا تطوير وغيره. واليوم اللامركزية الموسعة منصوص عليها بالطائف، فليه ما منبلش بتطبيق الطائف أقله بهذا البند يلي بيطمن كل اللبنانيين واللي بيخلينا نروح على المواطنة أكثر، لأنه بيخلص من هذا الصراع القائم على الطوائف وخوف الطوائف من بعضها. وبالتالي هون بنقدر نروح على علمنة الدولة اللبنانية وإلغاء الطائفية السياسية وقانون خارج القايد الطائفي. وبالتالي نحن بحاجة لهذا البند سواء كان لامركزية الموسعة أو الفيدرالية تنتخلص من خوف الطوائف من بعضها حتى نرجع نروح على مفهوم المواطنة. أي سفير سعودي كان أدائه أفضل بلبنان؟ السفير عبد العزيز خوجة أم السفير وليد البخاري؟ صراحة السفير عبد العزيز خوجة ما رفقته ووكبته على المستوى الشخصي في لبنان، ولكن اللي بسمعه عنه انه كان رجل حوار انفتاح، عمل علاقات وطيدة مع كل الفرقاء في لبنان، وايضا تولى مناصب كبيرة بالمملكة العربية السعودية نتيجة دوره ويعني قدراته. ومن هذا المنطلق تابعنا انه هذا الشخص جدا كان مفيد وكان له دور ايجابي في لبنان. اما السفير وليد البخاري يمكن شهادتنا تكون مجروحة فيه، ولكن اعماله تكشف من هو وليد البخاري. هذا السفير يلي عمل انفتاح ولا يوم من الايام شفناه من اي سفير عربي، قدر تواصل مع الجميع، قدر بكل دبلوماسية أخذ المملكة العربية السعودية أفضل علاقات مع الشعب اللبناني. شو بدي بالدولة اللبنانية وبإخبارها وبمصالحها وما نتحكم فيها؟ مع الشعب اللبناني بني علاقة ثقة، بني علاقة جسور، وفتح حوارات وفتح علاقات ممتازة جدا، وترك انطباع كتير كبير في لبنان. فمن هذا المنطلق السفير وليد البخاري يستحق يعني ما أوكل له من السعودية أنه السفير من الدرجة الأولى في لبنان بصفة وبمرتبة وزير. شو أول شيء خطر ببالك بس شفت الرئيس السوري بشار الأسد بالسعودية وعم بيسلم بحرارة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ بكل تأكيد هذا يعني بتشعر ب يعني بزعل أنه رجع بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية وعم بيلتقي مع أمير السعودي اللي اليوم نطلع فيه إنه هو الرائد في المنطقة وزعيم منطقة الشرق الأوسط إذا بدك. ولكن نحن خلينا نقول نكون منطقيين، للأسف العالم تخاذل مع الشعب السوري وترك بشار الأسد ينتصر، ترك إسرائيل تدعم بشار الأسد، الأمريكا تخاذلت ودعمت، وفرنسا وكل دول كبرى ما واجهوا حقيقة على الأرض بشار الأسد. تحالف موجود بسوريا لحتى يحافظ على وجوده، ولكن ما ضرب الثورة السورية ولم يضرب نظام بشار الأسد. فأنا ما بلوم محمد بن سلمان لأنه التقى فيه، لأنه محمد بن سلمان عنده مشروع للمنطقة بده يتعامل بواقعية مع الدول الموجودة. بشار الأسد انتصر على شعبه، انتصر على جثث شعبه وعلى دماء أطفاله، ولكن هذا بيتحمل مسؤوليته مش جامعة الدول العربية ولا الأمير محمد بن سلمان، إنما المجتمع الدولي يلي بقي قراراته حبر على ورق ولم يطبق واحدة منها، وكان بس دعاية إعلامية إنه هو عم بيتابع
حقوق الشعب السوري ولكنه ساهم بتهجيره وساهم ببقاء بشار الأسد. برأيك هل بيعت المملكة العربية السعودية لبنان لسوريا؟ وهل تتخوف من عودة القبضة السورية إلى لبنان؟ هذا أمر مستحيل لسببين. الأول، المملكة العربية السعودية تعمل مع الدولة اللبنانية وتتطلع أنه يكون في دولة لبنانية لحتى تزيد الشراكة وتوسع إطار العمل المشترك بين لبنان والمملكة العربية السعودية. ثانيا، بشار الأسد هو رئيس للنظام السوري ولكنه لا يستطيع أن يكون له دور أكثر من بعض المناطق في سوريا، فهو بسوريا منه قادر يحكم، فكيف بده يوصل على لبنان؟ واليوم في لبنان في تجربة شفنا أنه كيف أخرج النظام السوري بإجماع لبناني، وشو عم نشوف أنه في أقوى من النظام السوري اليوم يلي هو حزب الله جار يفرض سيطرته على لبنان وفشل، وبالتالي أي محتل يخرج من لبنان ولا يستطيع أن يعود، لأن الشعب اللبناني أمام الاحتلال، وإن كان في سوء رؤية أحياناً وعملاء لإله عم بيقدروا يسيروا احتلالهم، لكن بالنهاية الشعب اللبناني يأبى أن يكون ذليلاً وأن يكون خاضعاً لأي جهة محتلة. هل تؤيد تطبيع لبنان مع إسرائيل أسوة بما فعلته الدول العربية؟ كل دولة عربية عندها خصوصيتها، يمكن دول عربية عندها قدرة تطبع مع علاقة مع إسرائيل، ولكن أعتقد لبنان إذا بده يروح بمسار التطبيع هو آخر دولة عربية ممكن أن يوقع، لأنه نحن في كتير أمور لم تحل. يعني اليوم في عنا نزاع حدودي، اليوم في عنا قضايا العلاقة بالبترول، صح رسموا الحدود البحرية ولكن بأمر الواقع ما في شيء بيأكد أنه إسرائيل ما رح تسرق إمكانيات وثروات لبنان. إسرائيل هي تهديد للشعب اللبناني، نحن بحاجة للبنان قبل ما نعمل أي تطبيع يكون في استراتيجية واحدة بيجمع عليها اللبنانيين، وبدك توافق داخلي كتير كبير حتى نروح على تطبيع. فلذلك أعتقد إسرائيل لا تريد أصلاً تطبيع للبنان، لأن تريد أن الانقسامات ظل قائمة، وتريد أن يبقى حزب الله معادياً بالشكل لإلها حتى تحافظ على مصالحها، لأنه في تقاطع كتير كبير وتقاطع مصالح. استمرار لبنان بهذا الشكل يضمن لإسرائيل أن يبقى بلداً يعني منهاراً لا ينافس إسرائيل بالمنطقة، فهي بتشجع أنه ظل هذا الانقسام في لبنان، حزب الله يضل، لأنه هذا الواقع في لبنان هو اللي يضمن استقرار إسرائيل ويضمن عدم منافستها لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، وبالتالي بيضل لبنان بؤرة فاسدة لا تتطور، وهذا ما تريده إسرائيل. طوني بولس، شكرا لك. شكرا لك.